مايا رحال من ومضة ميديا، رائد أعمال الأسبوع معنا اليوم هو منصور منصور، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لجافنا، بنام، موبي آد ومرايا. هاي منصور، هاي مايا، كيفك؟ كيفك اليوم؟ الحمد لله، very well. تمام. خبرنا شوي عن المنصات المتعددة والمتنوعة اللي اشتغلت عليها وكيف قدرت توديها لحتى تصير قصص ناجحة بالمنطقة العربية والعالم كمان. اوكي مايا، احنا اسسنا جافنا بسنة 2001، انا واثنين من زملائي كانوا معي بايام الدراسة، وكان عندنا فكر معين انه شو راح يكون الشيء الكبير بالسوق بعد الانترنت والدوت كوم. فاحنا بناء على خبرتنا بهذا القطاع ارتئينا انه الشيء الكبير راح يكون شيء حوالين الموبايل والقطاع الاتصالات قطاع الاعلام. فبلشنا في 2001 نبني تكنولوجيا عشان تملأ فراغ الموجود في 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 قطاع المحمول والاعلام. وكان الرسائل القصيره في هذاك الوقت في 2001 هي الاكثر أكثر وسيلة مناسبة تجارياً وتقنياً في هذاك الوقت. فجافنا بلشت بهذا المنطلق. بعدين من خبرتنا في قطاع الاتصالات وبقطاع الإعلام ارتأينا أنه السوق راح ينتقل لمرحلة أنه كل شيء على تليفون الإنسان مفروض ينعطى بدون أي مقابل، يعني مكالماتي راح تكون بدون مقابل، المحتوى اللي بيجيني بدون مقابل. فكان أفضل موديل يتطبق عشان كل شيء ينعطى بدون مقابل هو موديل الإعلانات. فجافنا انتقلت للرؤية تاعتها لموديل حوالين الإعلانات في الموبايل، وأنشأنا موبي آد، وانشانا موبينت، وانشانا جافي، ثلاثه بلاتفورمز حوالين الاعلانات وحوالين التطبيقات على الموبايل وحوالين الشبكه الاجتماعيه على الموبايل. وكان الهدف منها نبني مجتمع كبير عشان المعلنين يتواصلوا معه. بعدين انتقلنا في رؤيتنا، لانه العالم كله انتقل لعالم للسوشيال ويب، للشبكات الاجتماعية. فعملنا منصتين جداد، واحدة اسمها بنان، واحدة اسمها مرايا. بنان عبارة عن مجتمع متكامل على الفيسبوك، تحت إيده كل أنواع ووسائل التسويق. ومرايا عبارة عن شراكة بيننا وبين مستثمرين في أمريكا عشان نعمل منصة تساعد المعلنين يتواصلوا مع الفان تعاونهم في الفيسبوك وتويتر بمنصة ذكية. فإحنا عبارة عن شركة جافنا فيها أفكار كثير خلاقة وجديدة، وإحنا الأول من نوعها. هاي الأفكار قدرنا عن طريق الكفاءات التكنولوجية اللي عندنا والكفاءات الإدارية وفهمنا للسوق إنه نوصلها لشركات مستقلة وناجحة في الوطن العربي وناجحة جلوبالي. تمام. من 2001 لليوم، يعني صار مرق تقريبا 11 سنة، شو هي أهم التحديات اللي واجهتها لحتى تاخد هالمنتج وهالشركات للمستوى العالمي؟ التحديات صراحة واجهتنا تحديات من 2001 لحد اليوم. أول ما أسسنا شركة جافنا أعتقد 2001 صار وقتها يمكن في حرب بالمنطقة، فبعدين صار في financial crisis اللي هي الأزمات المالية. فكانت تواجهنا مشاكل كتير في مشاكل استثمارية. أكبر تحدي لنا، إحنا دائما بنقيس حالنا في الشركات الكبيرة لأنه إحنا هدفنا الأسواق العالمية، فدائما لازم نكون على مستوى التحدي بتقنيا وإداريا ومن ناحية مؤسساتية. فكثير من التحديات هاي
استطعنا في جابنا بسبب رؤيتنا وبسبب الإدارة الجيدة وبسبب الشباب والصبايا اللي عندنا، إنه إحنا نبني ثقافة معينة إنها تساعدنا على أن نواجه هاي التحديات في المنطقة وفي العالم. حلو، برأيك العالم العربي اليوم هل عم بيستفيد من الثورة، ثورة التطبيقات على المحمول؟ أكيد أنا يعني دائما بحب أحكي هاي القصة من خبرتي البسيطة، يعني في يعني 25 سنة في الاندستري. أنا عم بقول دائما إحنا منطقتنا والمنطقة أز هول، يعني كل المنطقة ما عملت أي إنجازات من زمان، من أيام الثورة الزراعية، فلا ما سمعنا عن أي إبداع أو مشاركة في أيام الثورة الزراعية. انتقل العالم للثورة الصناعية، وبنفس الوقت ما سمعنا لأي دور لنا في الثورة الصناعية. بعد ذلك انتقلنا إلى الكمبيوتر وثورة الكمبيوتر، وبنفس الوقت لم يكن لنا أي تواجد في هذه الثورة. انتقلنا من بعد ذلك للثورة المعلوماتية ونفس الشيء، وسبق القطار مرق ولم نستطيع أن نركب بهاي بالثورة المعلوماتية، وإجت ثورة الإنترنت ونفس الشيء، نفس الشيء صار، ما قدرنا نكون إن أي دور فعال في ثورة الإنترنت. فإحنا قررنا لما أسسنا جفنا إنه ما بدنا يفوتنا القطار في ثورة المحمول، وإحنا بنعتقد إنه المحمول، ثورة المحمول بلشت من سنة 2000، والحمد لله إحنا استطعنا إنه إحنا نواكب هاي الثورة، والمنطقة كلها استطاعت أيضا إنها تواكب هاي. كثير من الشركات، يعني احنا من اوائل الشركات، صح، اخذنا مخاطره واسسنا بال 2001 في شيء ما كان اي حدا لسه بيعرف عنه في المنطقه، ولكن تبعنا كثير شركات، هلا كثير شركات في المحتوى، في الموبايل، في التطبيقات على الموبايل، كثير شركات طلعت، فالحمد لله عم بيحاولوا انه ما نحكي بعد 10 سنين الله والله فاتنا قطار ثوره المحمول. واعتقد انه في كثير عوامل بتساعد انه نكون احنا جزء فعال كبير كثير في ثوره المحمول. في كثير من الاستثمارات العالميه عم تنحط في قطاع الاتصالات، في كثير شركات اتصالات، عدد الناس اللي عندهم محمول يفوق عدد السكان، فكثير عوامل ان شاء الله راح تساعدنا انه يكون انجازات الموبايل المحمول والتطبيقات على مستوى عالمي. منصور منصور، المدير التنفيذي وشريك المؤسس لجافنا، شكرا لتحدثك مع ومضة، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا مايا، شكرا لومضة كثير.